مكان بجنوب شرق أمريكا عدد قليل من الناس قدروا يدخلوه يتعرفوا عليه لأنه مغطى بالكامل بأكوام الجليد بسبب انهيار جليدي كبير صار عام 2014، فتحول لكهف صعب وخطير ويسمى مانزنهال. الجليد داخل الكهف مميز شكل، ويرجح البعض أنه تكون بهالشكل بسبب تيارات المياه أو الانفجارات البركانية. بالنسبة لحالة الطقس، عم يستمر الجو غائم جزئيا بشكل عام، وعم تبين درجات الحرارة ارتفاع قليلا أعلى معدلاتها بحوالي درجة لثلاث درجات مئوية بأغلب المناطق. وليلا عم يكون الجو بارد على المرتفعات الجبلية ومائل للبرودة بالمناطق الداخلية، وعم يحذر من تشكل الضباب والصقيع من المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية. الرياح شرقية لشمالية شرقية خفيفة السرعة، عم توصل سرعتها ل 12 كيلومتر بالساعة، والرطوبة عم تراوح بين 50 و 85%. أما البحر خفيف ارتفاع الموج، درجة حرارته 14 درجة. بالنسبة لطقس العاصمة دمشق، عم يكون بين الصحو والغائم جزئيا، وعم تسجل عليا 16 درجة. بالمحافظات السورية وتحديدا بالمنطقة الجنوبية مكفية الأجواء غائمة جزئيا بالسويدة، وعم تتراوح الحرارة بدرعا بين 10 و 18 درجة. أما بالقنيطرة عم تسجل عليا 15 درجة. بالمنطقة الوسطى كمان عم يكون طقس غائم جزئيا بحمص، وعم تسجل عليا 16 درجة، وبحما عم تتراوح الحرارة فيها بين 5 و 17 درجة. بالمنطقة الساحلية مكفية الأجواء بين الصحو والغائم جزئيا، عم تسجل العليا بطرطوس 21 درجة، وبلادية عم تتراوح بين 11 و 20 درجة، وبرواء اسكندرون مكفي الطقس غائم جزئيا. بالمنطقة الشمالية مكفي الأجواء بين الصحو والغائم جزئيا، وعم تسجل العليا بإدلب 16 درجة، وبحلب عم تسجل العليا 16 درجة. بالمنطقة الشرقية مكفي الأجواء بين الصحو والغائم جزئيا بالرقة، وعم تسجل العليا 17 درجة. أما بالحسكة فعم تتراوح درجات الحرارة فيها بين 3 و 17 درجة. بدير الزور وأخيرا كمان كفي الطقس بين الصحو والغائم جزئيا، وعم تسجل العليا 18 درجة. أخبار الطقس اليوم خلصت، تلاقوني بكرة، تبقوا بخير.